نسبة ذكائك عالية ولا متوسطة ولا مفيش أصلا؟ عالي كم في المية؟ 85%. انت مين قالك ان انت نسبة ذكائك 85%؟ مين قدرها يعني، انت ولا حد تاني؟ لا أنا يعني انت أمان 85%؟ لو 85% يبقى لازم تحل السؤال ده. أسرة فيها 7 بنات والكل أخت أخ، كم عدد أفراد الأسرة؟ أسرة فيها 7 بنات والكل أخت أخ، كم عدد أفراد الأسرة ومالكش علاقة بالأب والأم؟ والكل أخت أخ يبقى 14. 14 ازاي بقى؟ ما مش كل أخ أخ أخ، كل أخت أخ. ماشي. و7 بنات شقق يعني مفيش حد من الأب ولا حد من الأم، مختلفين يعني، هما 7 بنات من أب وأم واحد. ماشي. كل أخت أخ. كم عدد أفراد الأسرة من غير الأب والأم؟ 7، نحط عليهم 7 يبقوا كام؟ 14. مين قالك إن أنت بقى نسبة ذكائك 85%؟ أنا شاطر.